الإجراءات اللي بتقدمها مصر حاليا؟ أهم حاجة إن إحنا دلوقتي يعني أولا في استقرار، بنبص على المنطقة، مصر ليها وضع استراتيجي ومهم جدا ومحوري بالنسبة للمنطقة العربية، ومش بس المنطقة العربية بس، كل يعني حتى أوروبا بتتأثر باللي بيدور عندنا في المنطقة، فمصر ليها دور مهم واستقرارها أساسي، ولذلك هتلاقي كل المؤسسات الدولية اللي بنتعامل معاها بيأكدوا على هذا الدور وبيساندين لمصر جدا وفي كل المجالات. بعدين الحكومة الحالية يعني في برنامج أعد بالتشاور مع جميع فئات المجتمع، تعرض على البرلمان فبطريقة كله بطريقة ديمقراطية وطريقة فيها تضامن ومشاركة، فهو البرنامج بقول مش برنامج الحكومة، ده برنامج مصر، برنامج بتاعنا كلنا، فاحنا كلنا عايزين يعني نشتغل مع بعض ان احنا يعني ننجز ويبقى ونشوف كل مش بس الخير، بس ان يكون في يعني مستوى معيشة المواطن المصري تتحسن، ان احنا نبقى عنده احسن خدمات بتوصل له، سواء صحة، تعليم، صرف صحي. امبارح يعني البرنامج اللي عرضه وزير الاسكان ده حاجة نفخر بيها، دي من ضمن الحاجات على فكرة سيادة الرئيس يعني عرضها على في الاجتماع النهاردة مع البنك الاوروبي، لان دي حاجات كلنا نخريها وهي يعني نجحت عشان احنا كلنا اشتغلنا فيها مع بعض، فكل يعني ده بيأكد على ثقة الهيئات الدولية والمؤسسات الدولية على الوضع اللي هي مصر، الوضع استراتيجي بيأكد ان مصر عندها رؤية واضحة، برنامج واضح، سواء برنامج اصلاحي اقتصادي اجتماعي واضح، وكله بهدف تحسين معيشة الأسرة المصرية والمواطن المصري، تحسين الخدمات اللي بتوصل له، وتنمية شاملة مستدامة اقتصاديا واجتماعيا. شايفين كمان مشروعات كتيرة لشركات أجنبية عملاقة في مجال الطاقة على وجه الخصوص، قد إيه الطفرة اللي هتحدث في الطاقة في مصر أثرت أو ألقت بظلالها على حوارات حضرتك مع المؤسسات الدولية؟ طبعا مصر بترأس مبادرة تغيير المناخ، فاحنا من الدول اللي احنا لنا دور قيادي وحريصين ان احنا يستمر هذا الدور في المنطقة العربية وفي افريقيا. الطاقة الجديدة المتجددة من الاولويات، وفي مجال تغيير المناخ دي في كذا مشروع يعني انا استلمت بالنيابه عن مصر وكل المصريين، ودي حاجه طبعا خلينا ناكد ان الجائزه دي كانت في الاجتماع السنوي وبمناسبه الاحتفال ب 25 عام على انشاء بنك الاستثمار الاوروبي، وده تقديرا للمشروعات او التكييف المناخي للمشروعات مصر. فعلا ودي حاجه كلنا كمصريين لازم نفخر بيها، احنا اخذنا فعلا الجائزه، وده بيأكد على ان احنا كل المشاريع اللي بتقوم بيها سواء القطاع الخاص او الحكومة يعني في مصر بتدي اعتبار كبير جدا لتغيير المناخ وللبيئة، البعد البيئي. ده يتطلب ان احنا نعمل على الطاقة المتجددة. بالضبط، واحنا فعلا في مشاريع بالفعل دلوقتي ان شاء الله بتناقش، وان شاء الله ان احنا نوصل معه طبعا بقيادة وزير الكهرباء في هذا المجال، ودي من ضمن اولوياتنا، لان احنا طبعا بنرقص، فاحنا المفروض يكون لنا دور قيادي، وفعلا كتير من الدول الافريقيه بترجع لنا في هذا المجال، واحنا بنتعاون مع جهات مختلفه مع دول كتيره، فرنسا برضو كان في مذكره تفاهم معاها، والمانيا، ومع كندا، وبرضو مع البنك الاوروبي لاعاده التعمير والبنك الدولي، كله مساند ان احنا ازاي ان احنا نقوم بخطوات ايجابيه في هذا المجال، ويكون لنا اهم دور قيادي في قارة أفريقيا بإذن الله. أشكرك دكتور سهل مصر. شكرا 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 صدق. إذن ده كان شكل التعاون بين البنك الأوروبي وأيضا الجانب المصري في الكثير من المجالات كما ذكرته الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي. الحوار الآخر بيتحدث أيضا عن التنمية بشقها المختلف، مجالات عديدة، مشروعات تقام، هذه المشروعات تحتاج إلى العديد من المشروعات التي تستطيع التسريع من وتيرة النجاح في مشروعات مقامة وعملاقة أو حتى في تحقيق تنمية
شاملة من خلال حركة موانئ، نقل بحري، نقل بري، وأيضا نقل من خلال النقل النهري، وتفعيل هذه الوسيلة المتوافرة الحقيقة في ميناء دمياط تحديدا. إذن سعادة اللواء أيمن صالح رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط يشرفنا في من القاهرة اليوم بالحضور، برحب بحضرتك والحمد لله على السلامة. سيادة اللواء اسمح لنا نتابع هذا التقرير الذي يعرض لميناء دمياط بشكل عام، ثم نستفيض في حوار ونقاش مع ميزات ميناء دمياط. يعد ميناء دمياط من أقدم الموانئ في مصر، وتم إنشاء الميناء بشكله الجديد عام 1982، ثم أصدر رئيس الجمهورية قرار رقم 317 لسنة 1985 بإنشاء هيئة ميناء دمياط بشكله التنظيمي، والذي بدأ العمل به عام 1986. ويقع الميناء على مسافة 10 كيلومترات برا غرب نهر النيل فرع دمياط، وعلى بعد 80 كيلومترا برا غرب ميناء بورسعيد، وكذلك يقع على مسافة 200 كيلومتر برا من ميناء الإسكندرية. وتبلغ مساحته الكلية 11.8 مليون متر مربع، ومن المتوقع أن يزيد في المستقبل إلى 4.3 متر مربع. وتعتبر محطة حاوية الميناء أحد أهم المحطات في المنطقة، ويوجد بها أربعة أرصفة حاويات يبلغ طولها 1050 مترا وعمقها 14 مترا ونصف المتر، وتحتل مساحة تبلغ 465 ألف متر مربع، ويوجد بها منطقة للتوسعات المستقبلية تبلغ نحو 800 ألف متر مربع، بالإضافة إلى 8 أرصفة بضائع عامة، ومن 9 إلى 11 رصيف بضائع صب جاف، و12 رصيف بضائع صب سائل. وتقدم المحطة تسهيلات منها مساحة للتخزين البارد والبضائع المجمدة والتي تبلغ 3000 متر، وأخرى لتخزين الأخشاب والصلب والمواد الغذائية تبلغ أيضا 3000 متر مربع. وتضم وصلات سكة حديد تربط الميناء بشبكة الطرق الوطنية. الميناء يضم أيضا محطة للغلال يبلغ طول أرصفتها 600 متر وعمق 14 مترا ونصف المتر، وصومعة لتخزين الغلال تبلغ طاقتها 150 ألف طن سنويا، وسقيفة للتعبئة مساحتها 5000 متر مربع بطاقة تبلغ 3000 طن يوميا. وتمتد المنطقة الحرة بالميناء على مساحة 798 ألف متر مربع، وتعمل على خدمة المشروعات الصناعية والتخزينية وإعادة التصدير مقابل تعريفة مخفضة، بجانب إنشاء مبنى لخدمة المستثمرين يضم جميع الأنشطة الاستثمارية بالميناء. وتشمل المنطقة السادسة بالميناء الشركة الإسبانية المصرية سيجاس، والشركة المتحدة لمشتقات الغاز، والشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، وكذلك منطقة للخدمات البحرية. يذكر أن المعدلات الإنتاجية للميناء زادت إلى نحو 25 مليون طن في السنة، بينما تبلغ طاقته التصميمية 5.6 مليون طن، ويعد أكبر الموانئ التصديرية المصرية. وتشمل الخطط المستقبلية لتطوير الميناء إنشاء مشروع لوجستي للصناعة التكاملية للسيارات مزود برصيف لاستيراد وتجميع وتوزيع وإعادة تصدير السيارات، بالإضافة إلى إمكانية إنشاء محطة كهرباء تدار بالغاز الطبيعي تبلغ قدرتها 5 ميجا وات لإنتاج الطاقة الكهربائية اللازمة للميناء والمشروعات اللوجستية الحالية والمستقبلية. إذن ميناء دمياط الحالي، ميناء دمياط التاريخ الذي بدأ منذ عهد الفراعنة، وكما قيل أنه في عهد الحملة الفرنسية وجد بعض الأثار الفرعونية التي اكتشفتها الحملة، أيضا تم تطويره في عهد محمد علي واستغل في بناء الترسانة البحرية المصرية سواء على المستوى الحربي أو التجاري. ميناء دمياط بالشكل الرسمي والذي بدأ إنشاؤه في عام 1982 اشتغل فعليا في مرحلة أولى 1986، وميناء دمياط الذي نشاهده في عام 2016. بالطبع هناك تغيرات كثيرة اقتضت بها الظروف والأحوال وأيضا التنمية المستهدفة في مصر. سيادة اللواء أيمن صالح رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، مرة أخرى برحب بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. ميناء دمياط التاريخ، ميناء دمياط الآن ما بين أيدينا، والعديد والعديد من المشروعات.
إذن تتحدث عن ميناء دمياط من خلال نقاط رئيسية قبل الدخول في تفاصيل لإضافة هذا الميناء لخارطة التنمية في مصر، ما يضيفه للدخل القومي وما يضيفه أيضا في خريطة التنمية المستدامة. هو الميناء التصميم بتاعه أساسا تصميم فرنسي، فيعتبر من التصميمات الفريدة لأنه ميناء محفور جوه اليابس، كل الأرصفة بتاعته واخدة الديزاين اللي يسمح بالمناورة والتوسع في المساحة الأرضية. مهم جدا في إنشاء المواني إن احنا نركز على الرصيف اللي بتقف عليه المركب والساحات اللي بتخدم عليها والإنفراستراكشر اللي موجودة اللي هتساعد عملية رسو السفن وتبادل البضائع. من هنا جه يعني جودة التصميم اللي أنا بقوله، والتصميم بتاعه بيتكون أساسا على نظام المحطات، يعني المحطات المتخصصة. إحنا عندنا 6 محطات متخصصة، محطة الحاويات اللي اتذكرت في التقرير، ودي بشغال عليها شركة دمياط لتداول الحاويات، أحد الشركات القابضة للنقل البري والبحري. محطات بتعني إيه يا فندم؟ محطة يعني وصول السلعة، يعني محطة بهدف تصديرها مثلا؟ لا، هي محطة بتعني إنها تخصص في نوع معين من البضاعة. نعم، وبالتالي ده بي 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 بيبقى ليه علاقة بقوة تحمل الأرض، قوة المعدات اللي هتشتغل في هذه المحطة، الأوناش اللي بتشتغل في الحاويات غير الأوناش اللي بتشتغل في البضائع في عملية التفريغ أو الشحن. نعم. في رصيف بيحتاج خط سكة حديد، في رصيف تاني ما بيحتاجش، الصب السائل بيحتاج مواسير ومحطات استقبال للصب السائل، فبالتالي كل رصيف بيبقى له تخصص. من هنا جت الديزاين بتاع المحطات. كل المواني القديمة، احنا نعتبر ميناء شاب 30 سنة، احنا بنحتفل شهر 6 الجاي ده بمرور 30 سنة على افتتاح الميناء 86 ل 2016. نعم. فبالتالي نعتبر ميناء صغير في السن. المواني المصرية المواني كبيرة يعني قديمة، ومصر كلها صغير في السن بالنسبة للشكل الحديث اللي اعتدناه، لكن بالزبط. هو ميناء استخدم قديما يعني. لا، هو الميناء اللي استخدم قديما ميناء عزبة البرج، يعني هو ميناء الصيد اللي موجود في نهاية خط فرع رشيد، فالناس بتخلط شوية. احنا على بعد حوالي 5 كيلو من ميناء الصيد في عزبة البرج. احنا في محافظة دمياط فيها ميناءين، ميناء هيئة ميناء دمياط، أيوة، الميناء التجاري الرئيسي، وميناء الصيد. ميناء الصيد ده اللي واقفة فيه البلانسات الصيد وفي بيتزاول منه نشاط الصيد، لكن احنا ميناء تجاري اللي بتخش منه البضائع سواء وارد أو صادر. نعم. المحطات، أرجع تاني للمحطات المتخصصة، محطة الحاويات، محطة البضائع العامة. محطة البضائع العامة فيها الأخشاب اللي هي بتشتهر بيها دمياط في صناعة الأساس، فيها حديد التسليح، فيها الأبلكاش، فيها مختلف أنواع البضائع الواردة لمصر أو صادر، لأن احنا بنصدر برضو بضائع عامة كتير. في عندنا محطة الصب السائل، دي عبارة عن تنكات حوالي 63 تنك، وتحت الإنشاء في تنكين هنوصل ل 65 تنك قبل نهاية السنة دي، ودي متوصلة بمجموعة من الخطوط كبيرة جدا لتداول البضائع الصب السائل زي اليوريا السائلة، الزيت، الطعام، الملاس، مختلف أنواع البضائع السائلة. طيب، اسمح لنا يا فندم هنتكلم مع حضرتك باستفاضة أكتر على كمية المحطات وأيضا الأرصفة اللي بتخدم على هذه المحطات، لكن بعد موجز الأنباء مع زميلة ريهام الدين. ميناء دمياط وحديث متكامل عن ميناء دمياط وما يضيفه إلى الاقتصاد القومي المصري وخطط التنمية. برحب بحضرتك مرة تانية. سيادة اللواء، تحدثت عن الميزات اللي في محطات ميناء دمياط، وتحدثنا عن ميناء الحبوب أو محطة الحبوب، تحدثت أيضا عن محطة الصب السائل. الصب السائل تحديدا، ده خاص يا فندم بالزيوت فقط ولا كمان بتسهيل الغاز الطبيعي وتصدير؟ لا، المحطة الأخيرة اللي أنا ما ذكرتهاش محطة البتروكيميكال. إحنا عندنا تيرمينال متخصص في البتروكيميكال، عبارة عن 3 أرصفة،
الثلاث أرصفة دي واحد فيهم متخصص في التعامل مع مشتقات غاز البروبان، والتاني متخصص في التعامل مع الميثانول، والتالت متخصص في تسييل الغاز.